مياه غير معقمة وغير مصفاة تصل هي الأخرى إلى بيوت المواطنين الذين حملوا الأحزاب وسياسيي المدينة الأسباب والمسؤولية عن سوء ورداءة المياه الواصلة إلى بيوتهم. حي الإمام، حي الإمام الصادق. شوف هسه هاي الحنفية، هاي الحنفية مالت الماطور. انت خاف واحد يقول انت ذاب شي بالعجانة هاي طين او شي، راح ابديها. شوف ابديها صار هسه فارغة، تفرغ وقت نخليه شرفكم. هذا ماي بشر يسبح بيه زين، خليه يشوف هاي بالقطنة وبالجدة هيجي، خليه يشوف جعفر الموسوي اللي هو احنا هذا ماي يجي من مشروع الى من المطار. اول ما يمر بيت جعفر الموسى وبعدين يجينا، خلي يشوفه مسؤول لجنه الخدمات النايم ليل ونهار بدارة الماي، خلي يشوفه. هاي شوف هاي الحنفيه مال المطار وعلى الساحل.